عمر مع هيفاء بن عمر. توب ترند الفوتبول في العالم صناع دي ستار مش كان سوغ تيران وقت الماتش اما زادا ابطال في موندو ديجيتال بمارة الارقام اللي باش تسمعوها توا ويحلموا بها العشر نتاعها صناع المحتوى. نحكيو على اكثر اربع ملاعبيه في العالم عندهم متابعين على الانستغرام. وش كنت تتوقعوا زعما نمبر فور في المرتبه الرابعه؟ نحكيو على اكثر من 69 مليون ابوني. شكون فيهم؟ هذا هو لا ستار انجليز اي اكتويل بروبريتير دو الانتر ميامي كونت انستغرام ديفيد بيكام. نقاو فيه فوق 1389 بوبليكاسيون اخرها بوست بيكام بلوك هكايا الهالوين نشوفوه هكا معناها عامل على وجهه صابب الصويا صوص كما يقولوا كما كاتب في الكابشن نمبر 4 ديفيد بيكام. ونمشي بكم مع نيمار النجم الباريس سان جيرمان تلقاوه في المرتبه الثالثه اكثر لي جوور فوتبول متابعه في العالم على السوشيال ميديا. الاكونت في الانستغرام وصلت تفات قداش 164 مليون أبوني، 5115 بوبليكاسيون فيهم زيادة. آخر حاجة تصويرة بتبيع عمل هالوين اللي لوك اللي خارجة على المألوف. المرتبة الثانية لاتاكون ارجنتان ليونيل ميسي نلقاوه يكور بعيد على الانستغرام 278 مليون متابع واكثر من هكا برغم عنده اقل برشا من اللي قبلوا منه لي بوست كان 796 فقط. واضح ايضا انه مش فاضي الهجوم نتاع هذوما اللي مش نتاعو على خاطر من نهار 23 اكتوبر مهبط حتى تصويره حتى شيء. اخر تصويره عطينا بظهرها كم مريول البي اس جي ورقم 30 بتبيعه هذايا في اخر تحين للي صاير واللي يحبوا الكل. ميسي عنده برشا على اخر تصويره وماهوش في جو الهالوين وديما يحاكوا وديما معاه وكونترو نجم نقولوا المنافسه كبيره برشا بتبيعه في التيرا وايضا في الانستغرام وحد ما يعادلو نحكيوا عليه هو سير سيت بتبيعه توب 1 شدنا عندك 362 مليون فالورز. هذا الرقم اللي خلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التوب 1 الأكثر لي فوتبولور متابعة في العالم. 3175 تصويرة آخرها البارح من التدريبات في إيطاليا وين نكتب Back to Italy واختم This is Champions League and we are Manchester United. Let's go.